مما يدل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فلا إله إلا الله هذا قول باللسان، والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب، وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح. دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل.